يلا اشوفكم عليه، يا السلام انا عليكم. اكيد اكيد مش ها يلا حبايبي، يلا كتيبة حاملة 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 حاملة. عايزة يا منخر آخر الليل لسه بقول لهم أنا رايح أقفل. أنت لسه فاكرة تفتحي؟ يعني انت لازم يعني امس عليك وتاخد استباحتك مني عشان تعرف تقفل وانت مصطبح. ليه ما بقى؟ ينفعش يبقى اليوم ده أنا يعد كلمتك ادب بقى عشان واحترام. أنت كده شايفاني يعني غلط الواحد معروف ما ما يجاملش ماشي. معاك ويتعارك معاك لا ويديك لا اللي لا فيه لا مصير. بقول لك أنت ما جايبك تعرفش تنام قهوة وترتاح. هنقعد نلقح لازم على بعض اروق أنت عليك يا عارف ولا على الدغري هكسر وشي الدغري. ايه اقسم بالله كم مره اسميك هكسر وش جوزه أنت وجايب حرة الجوزه شبه الجوزه حطي نفسك ومرة معايا عجوزة كمان أنا بيتسلى. هجيلك من براتينك هحلى شكلي ولا منظر قصتك أيوة بكره يا رب مناخيرك اللي عاملة زي تتسلى. الشمسية حبيبتي حبيبتي وربي أخبارك عرفت يا نفسك رواد من مرحلة مشيت ترج 6 رجات كده. وربي لو شفتك مع حلك حياة امي ما هسيبك. إن شاء الله لينا لقاء قريب مع بعض وعايز أشوف وشك الجميل ده يبقى عامل إزاي انت عايز ايه يعني؟ تصدق انا غلطان نقدرتك؟ ليه يا اسطى ده أنا قدرتك المفروض انا اشوفك بص كده وعامل عليه غيامه. اي دونت سي يو ما شوفكش. ليه بس انا طيب؟ غلطان قدرتك ده انت امبارح فضلت حرقت نص ساعة ما اتكلمتش على حق على حق يا منخر على حق. ده على حق انا بت ما تحطني بتغاظ من بقي ليه يا سرم؟ اروح اعمل فيلر اهو عشان ما بص مين اتغاظ بيعيب. يا ريت يا ريتك مثلا يا واحد بنات ما حدش عنده درجة مستني فقعة زي دي عنده درجة كفتة درجة خيبة والله العظيم هصبعلك هصبعلك وسيخلك واروق عليك انت حرة والله العظيم. بص هتعملي فيها الصا من منطلق انا هيجيب ام اخي تحميم. يا رب اقعد اقعد بالله عليك. ده انت كلك على بعضك عضلة. انت حرة انت حرة انا حرة حبيبي ام المقيدة بيك ولا ايه؟ ما تروق. ده انا مفيش حد مروق زي ده لا بس ما شاء الله شكل الطرحة حلو فيكي الطرحة تبدأ كأنك جاي من عمرة والله حبيبي انا عمر في كل حالتي سكسي بس عشان تعبيره النهارده. لا لا انت تعبنا عندك ايه دختي واتشي دختي واتشي ابو دايما الناس حرق دمي ناس وسخه هات متغاظه. في الجبنة قديمة بقى عشان بالمرة ما تهبطيش هات الجبنه كفته. ده انت دمك بيضه يلا. والله جبنة بص قديمة بجد فكك من التطبيله وانا غلطانه والله تخش ما بهزر تنمرني. انت فاكرني بهزر والله كل يا ابني ده حوادث انا مش شايفه ضغطي قافل لي عيني مش شايفه بجد. كل حاجة حادقة ما انا خايفه اكل حاجه حدا تعمل لي حموم. ناو يلا يا بارد يلا يا بارد يا بارد يلا. ما تقعدش دقيقتين على بعض الا بقله قيمه. يا بنت عيب عيب الكلام ده والله لو واحدة غيرك كنت زماني مسافلت وشها انت انت اخرك بتقولي كلام من ورا كده شاشه تيجي في الفعل. شاهين ده بص بتاخدك كده على كتفها وتشير بيك. يا ريت لك شاهين ده بتاخدك تطير بيك. انا كنت عايز تقعدني على طبلوم العربية يا روح اقسم بالله ما تقول لي والله ما اطلع بالعربية غير لما تيجي تقعد على الطبلوم يعني شاهين ده بتاخدك كده وبتجري بيك لا برافو. ما حصلش ما حصلش ايه؟ فتح شوف متأخر ليه اسمح سجياتك معانا. سيديهات يا ام سؤال شوف السيديهات وانا امثلها لك هنا عملي ونظري قدام الناس تعبيطه ما انت انا بجح اخر واحد صعب يتقفش على السيديهات ما انت بجح. هنقول البجحين هي الميديا عايزه كده بصراحه خلص. هتخش جلو ولا هتقفل؟ تقرفش دماغي مش هتحرق معايا مش هتصاحبني. انا بلوجر انت ايه بشتغل بروجر. شغال ايه شغال بروجر اه والله شغال بروجر كان في واحد في الكومنتات بيسألني برضه بيقول لي انت شغال ايه قلت له شغال بروجر ايوه انت شغال ايه بقى قول لنا. انا احكي لي لو سمحت شغال ايه. والله ما بحب اتكلم عن نفسي في الحتة دي بالذات بس يعني مش لازم تفسخ علينا ما تقول على طول. عارف ان انت جامد قوي جامد قوي 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 ونيجر قول. اقول شغال ايه اه
على بابا الله. او مثلا you have a business، عندك business. اكيد، لان انا راجل ابن شارع. طب ما فيش مره اخويا مثلا فخمت علينا وعزمتنا في البيزنس؟ ما تطير على اشكالاتك، او انت مش شبع عشان اعزمك. انا اصلا ما بص شرف ان انا اخش مكانك يا محمد، والله العظيم ده انت وباء، ده انت وباء. يلا ليك فاتح مبوله، ليك فاتح مبوله وموقف الكاتشيبه بتاعتك تخش تسنن وتطلع وتقلب عليكي مبوله، تسنن وتطلع ليك ايه يا محنك، ويسيبوا البلاء انتي دي فين؟ المبولة. اقسم بالله كم مره يا مداهم انا لو رايقالك، انت عارف انا كل يوم بديك، بس النهارده مش هديك، هسيبك النهارده تنام كده، هتاخدي تنام كده اهوت، محتاجه راجل مش محتاجه شنب زيك اخره على الفاضي، يعني انت تتحسب عليا تتحسب من راجل، لكن هي بتتحسب من مداهم، مداهم صحيح. ولا غرلة غرلة، تعالى غرلة يا معلم، ما عرفتك. يا دين امي، خدت 4 ايه، جابوا لحم. يا دين امي، اوف، خدت 4 وحشين قوي، ربنا ما يكتبهم على حد يا بنتي. اه والله. ثانية 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 ثانية. يلا يا جدعان، حملة. حملة قشطة. نجيب مين؟ لا 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 لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مش ازيك؟ مصدقه، انا ازيك؟ ايه مداهم، اخبارك؟ ايه انا مش مصدقه، اقسم بالله العظيم انا مصدقه، انا قلبي هيقف، ليه؟ والله العظيم اقسم بالله قلبي هيقف، طب انا يلا مش نلعب مصدقه. دوا. حملة كتيرة. مداهم مش مصدقه اقسم بالله العظيم، 13,500 هناك هناك. انا قلبي بيدق جدا اقسم بالله العظيم على مش فكرة مصدقه، اللي عندي مش جدع، 2000 في اللايف، اللي ايه عندي ده؟ مش جدع، ال 13,500 هناك ايه ده؟ مع ايه ده؟ بعض كلنا، مع بعض مع بعض. مش سألت، مش قادرة أجمع أعصابي، أنا مش قادرة أجمع أعصابي يا مداهم أقسم بالله العظيم. ليه يا بنت؟ انت منين؟ أنا من القاهرة. اجدع ناس. أنا مش مصدقة، إيه ده؟ إيه ده؟ العشر تلاف تعرف اللي عندي انا ما هناك. بخرجش من عندك خالص من اللايف خالص لا انت نهائي، بطلي كدب بقى ولا لا؟ ما انت فاتحه لايف اهو. اقسم بالله العظيم اهو الموبايل، اهو هاتي موبايل، انا قاعده فاتحاك وشايفاك، وانت كنت نازل مع بنت دلوقتي اللي هي لابسه طرحه، رحت خرجت منها نزلت لا من انت اللايف كده عندك. بتاعها. لا بيك لو اقسم بالله انا قاعده عندك، انا قاعده عندك. انا حبيبتي فاتحه اللايف بتاعي وقاعده عندك انت. حبيبتي اهدى، الله يبارك. انا مش مصدقه اللي انا معاك. ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. والله العظيم انا مش مصدقه، انا بص انا بعزك جدا جدا جدا، الله يصلح حالك يا مداهم، وبدعي لك اللهم امين. والله. ولا والله العظيم كلمة انت من الناس المحترمه جدا 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 هنا. حبيبتي، الله يبارك لك. انا مش مصدقه. طب ال 9,000 ايه وضعكم؟ حملة حملة يا جدعان. انا كفايه اللي انا معاك، وحياه ربنا كفايه اللي انا في جوله معاك، انا مش عايزه حاجه حبيبتي والله، ما عرفتنيش بيك انا صحيح.
ما عرفتنيش بيك يا هند. انا اسمي هند. منين؟ من القاهرة. اجدع ناس. من القاهرة، من رمسيس. معايا ابني 9 سنين، منفصلة وعليا كده شوية أزمات، بس أنا مش عايزة حاجة خالص، أنا معاك. والله العظيم عسل، أقسم بالله عسل. الله يسعدك حبيبتي، الله يخليك يا رب. الله يسعد قلبك يا مداهم، الله يسعد قلبك، الله الله يبارك. يفرحك، الله يفرحك يا مداهم. ماما أمين ولك المثل يا رب. ممكن بقى تعمل لي فولو؟ والله لا اعمل لك فوق. شكرا 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 يا مديم، الله يسعد قلبك. الله يخليك. الله يسعد قلبك. عامله كتيبه يا الله جدعان، يصلح 9000 حالك، اللي عندي الله دي يصلح حالك. انا اللهم عندي امين يا رب. 4000 في اللايف، الله يسعدكم. الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك. عاش والله يا كتيبه. الله يسعد قلبك يا رب، الله يسعد قلبك. شكرا يا مداهم، الله يسعد قلبك ويصلح حالك ويفرحك، الله اللهم امين يفرحك يا ولك مداهم، المثل يا رب. الله يفرحك ويجعلك في كل خطوة بتمشيها سلام، ويسعد قلبك اللهم امين ويجعلك من جبار الخواطر دايما. اللهم امين. احمد، قول يا احمد، قسما بالله قول. عاش والله. الله يسعدكم، الله يسعد قلبكم، الله يسعد قلبكم، الله يسعد قلبكم، الله يسعد قلبكم. يا رب. قولوا العيلة كلها. الله يسعد قلبك، الله يسعد. الله يسعد قلبك. والله ماما بتدعي لك. ماما بتدعي لك يا مداهم، والله الله يسعد قلبك. الله يديها الصحة الله يا رب. يسعد قلبك يا رب، الله يسعد قلبك ويكبر اللهم بخاطرك، امين ولك الله المثل يكبر يا رب. خاطرك يا رب، الله يكبر بخاطرك. يا لهوي، تسلم يا مداهم، الله يسعد قلبك، الله يسعد الله قلبك، يسلمك. الله يخليك ويكرمك ويصلح حالك يا رب، الله يصلح حالك يا رب. اللهم امين يا رب ولك المثل. حبيبتي يا هند، الله خلي يصلح بالك حالك، والله الله العظيم يكرمك يا مداهم، الله يكرمك. اللهم امين ولك المثل يا رب. بنت حلال والله، ونيتك صافية، عشان كده ربنا كرمك. والله انت اللي ابن حلال وتستاهل كل خير، والله تستاهل كل خير، الله الله يسعدك، يبارك لك الله حبيبتي ولك يسعد المثل قلبك. حبيبتي حبيبتي والله. يلا تمرني بحاجة. ربنا يخليك لي حبل. حبيبتي حبيبتي، احلى تسلم، هند باي في باي. الدنيا. يلا خليكم قاعدين عندها يا شباب، انا هقفل. الله يصلح حالك، احلى مداهم، احلى مداهم. احلى هند حبيبتي. احمد، برشا، مصطفى، مياس، ليونا، احمد، في اي بي، محمود، مارد، كايا، بيج لاف، كتيبه، كل اللي هناك. يلا حبيبتي، احلى مسا عليك. الله يصلح حالها. يلا سلام. احلى مسا عليك يا مداهم. بيج لاف كتيبه، شكرا لكل اللي كبسوا واللي شيروا واللي دعموا واللي قالوا لنا كلمه حلوه في الكومنتات، شكرا لكم كلكم واحد واحد. وان شاء الله باذن الله لايف بكره الساعه 12، معلش عشان اتاخرت عليكم النهارده. مياس قلبي يا مياس، يلا بيج لاف كتيبه، السلام عليكم.